ناقشه وبين أن العقل تارة يستحسن شيئا فيأتي الشرع بخلافه، يعني حسب الاستحسان المتبادر إلى الذهن، وإلا فالأصل أن الشرع لا يخالف العقل. وألف أهل العلم في ذلك كتبا كما هو معلوم من درء تعارض العقل مع النقل. ولكن تارة يكون العقل منجذبا إلى التسوية في الحكم بين شيئين ويأتي الشرع بخلاف ذلك. وضربوا لذلك مثالا في حكم بول الصبي والصبية من حيث النجاسة، من حيث الغسل أو التطهير، لا من حيث النجاسة، من حيث التطهير. فحكى بعض أهل العلم ثلاثة أقوال في هذا: أنهما يغسلان، أو أنهما ينضحان، أو أن بول الصبي ينضح وبول الصبية يغسل. ثلاثة أقوال، والقول الأقرب إلى الصواب هو التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه مشروعية ذلك بأن ذكر أو أمر بأن ينضح بول الصبي ويغسل بول الصبية، فما دلت عليه السنة فهو الأولى ويعمل فيه بالحديث ولو كان ظني الثبوت، لأن الآحاد في الأمور العملية حجة، وحكوا على ذلك الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يزعم بعدم الاحتجاج بالحديث الآحادي في الأمور العملية. فإذا دل الحديث على هذا، وإن اختلف أهل العلم في سبب التفرقة، فالعقل يتصور التسوية بين البولين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، واختلف القائلون بالتفريق في تعليل ذلك. فمنهم من قال بأن التعليل يرجع إلى كثافة الدسم في بول الصبية بخلاف الصبي، لأن طبيعة المرأة لينة ورخوة، ولذلك الدسم أو الشحم أو هذا أكثر، فلذلك يظهر في البول فيحتاج إلى دلك لإزالته، بخلاف بول الصبي فهو أخف فيكفي فيه النضح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السبب يعود إلى دفع المشقة ورفع الحرج، ذلك لأن العرب اعتادت على حمل الصبي أي الذكر أكثر من الأنثى، بحيث يحملونهم في حجورهم في مجالسهم وحيث ذهبوا، فمظنة التبول عليهم كثير، فربما إلزامهم بالدلك أو العرك يصاحبه مشقة فخفف فاكتفي بالنضح بخلاف بول الصبية، لأنه يقل حمل البنات في المجالس كما هو العادة عند العرب وخاصة عند الأجانب. نعم. طيب، وذهب بعضهم إلى أن ذلك يعود إلى مدى تركيز البول في كيفية جريان البول، فالولد الذكر كما هو معلوم يرش هنا وهناك يعني، بينما الأنثى في موضع واحد، فقالوا إذن هو كثيف فلذلك يحتاج إلى عرك من الموضع. ولعل العلم المعاصر اليوم يؤيد التفرقة بسبب طبيعة بول كل واحد منهما في مكوناته، فإذا هذا في دلالة على أن حكم الظاهر وإن مال إليه العقل لا يلزم أن يكون هو الصحيح، لأن العقل لا يؤخذ به في هذا المجال، وإنما كما هو معلوم في الأمور، وشيخ نزين يعني يفصل لنا هذا، يعني هناك الأشياء في الموجودات ثلاثة: واجب الوجود ومستحيل الوجود
وكل واحد منهما ينقسم إلى واجب وجود ذاته أو لغيره، مستحيل وجود لذاته أو غيره، فهذا مجال العقل. ثم القسم الثالث وهو ممكن الوجود أو جائز الوجود. فإذا حكم العقل بأن هذا جائز الوجود فلا مجال له بعد ذلك لترجيح وجوده أم لا، فإن الترجيح يكون إما بوجود هذا الشيء في الواقع بإرادة أخرى تحكم عليه في وجوده، أو حسب المعايير المعروفة في ترجيح الأشياء بعضها على بعض من حيث الحكم.